طيب شباب انا شايف في شعل وفي هاي الدنيا تغيرت. ايش رسم الوحش ولا ايش؟ What happened here؟ شاف في ناس كتير ميت. اوه هذول شخصيات ميت كتير. وقل نعم ما يبدو يقتلوا هتلا كيف شكله وبكبره. مرحبا وحياكم الله في حلقة جديدة من دايم الفول. اليوم يا أبطال حنكمل فطور القصة يا حلوين زي ما وعدت كل يوم إن شاء الله حنكمل فطور القصة. حتكون هذه شبه الحلقة الثانية من طور القصة. الحلقة الأولى اللي هي اللي عملنا فيها اختبار قاتل الشياطين واليوم إن شاء الله حنكمل. بس يا أبطال قبل هيك بدي غير الشعر هذا الأهبل اللي أنا حاطه صراحة ما عجبنيش. بدي أروح نغير الشعر. موجود الشباب اللي بيبيع حياته هناك موجود البياع تبعه. وغير هيك يا شباب حنبيع يعني في شوية جواهر معانا أعطانيهم عماد بدنا نبيعهم ونشتري فيهم بوشينات ونشوف شو نعمل فيهم. وغير هيك أبطال الأهم إنه إحنا إيش حنعمل سلسلة جديدة يعني حنعيد من الأول شخصية جديدة حساب تاني غير هذا ونلعب كيف نكون فيه شيطان. بس قبل أي شيء يا أصحابي إذا بتحبوني وقفوا الفيديو انزل اضغط لايك واشترك معي وفعل جرس التنبيهات وطلع لي التانية حلو وخلونا يا شباب نكمل. خلينا نبيع حلوين. أنا مع شباب جواهر ومع ماد ومع كسات ومش عارف مين صار معي 23,000 يا إلهي والله كتير. طيب هاي طيب خلينا شباب نروح. تعال يا معلم. لا بديش اروح اشتري بوشينات بدي اروح اشتري اللي هو هيو شباب هيو بدي غير الشعر. خلي سكروا المحل افتح المحل. ايوه هيو شباب اللي بيغير لك الحاجات هذه تبعتك. سلام عليكم يا معلم. طيب يا ابطال هذا طلع شباب ما بيعطيناش ما بغيرش الشعر هذا بغير اللبس بس في ايش هطيت له في هذا ليش والله ما عارف. طيب بدنا لبس كويس الصراحة مش عاجبني ولا لبس. انا شايف في لبس تبع مين تبع الطنجيره مش عارف وينه مش عاجبني ولا واحد. اسمع بدناش نغير اللبس. المهم شباب هذا هو المكان اللي بتغير منه اللبس اذا حبيت تغير اللبس. فخلينا شباب نروح نغير الشعر مش عارف بده 1000 ولا كم بده. خلينا نروح نغير الشعر بعدين بنبيع. هات هذه الكاسة محتاجها انا. طبعا شباب لازم نروح على وين؟ على المدينة اللي هي ايش اسمها كاكويا ولا مش عارف مين. يلا يا معلم يلا يا حلوين خلينا ننطلق ونروح نغير الشعرات تاعوتنا. طيب ابطال هياتوا شباب خلينا نتكلم تشينج يور مش عارف مين ب1000 نقول له يس. طيب شباب هياتنا شباب هانا خلينا شباب نشوف تغير الشعر على السريع وارجع لكم تاني على طول. طيب شباب هاي شكلنا الجديد. شوف مبسوط الزلمة. طيب بتهيالي هيك احسن يعني من هذاك الاهبل اللي كان في الاول. طيب شباب الحين نعمل شباب طور القصة يا اصحابي بتيجي هانا على هذا المطعم لكن الشباب هذا لازم يكون معاك منه كتير. طيب نكلم هذه يا شباب هذه واحدة ولا واحد والله ما نعرف. انا مكلم فين نكمل طول القصة. طبعا شباب مش حقرأ اشي انا حنعمل نضغط يس. طيب شباب عملنا يس شباب على طول وما قريتش ايش فيه. طبعا شباب عماد عارف ايش المراحل اللي حنعملها بس احنا في مكان انا مش عارف ايش صب. طبعا لسه اول مرة ايش هان هوي في حاجات هان. يلا معلم خلينا شو اعمل لي بريد تبعك ولا يلا خلينا ننطلق ونشوف شباب ايش المهمة هذه اللي تكون الحيني. شيطان ماشي طنشو. لا روح خلاص خلينا نطنش الشياطين شباب وننطلق يا عمي. هذا ضحك علي. طب يلا خلاص ضربتوني فرحته. غلط طريق وينه هذا. طيب شباب احنا قاعدين بندور على الطريق فبيقول لي عماد لازم نقتل الشيطان في هنا 3 ولا كم واحد. هوي معلمين انا ضربت عماد صح هيك نسيت. ليش شردت انت امسك واحد يا معلمين تعالوا. المشكلة ان احنا نضرب بعض فخل
كويس كويس كويس، عماد قتل اثنين كويس. خلينا شباب نقتل هذا ونقتل هذا عشان ما يصحوش تاني. اوكي مش عارف اوكي 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 خلاص شباب والله في الاخر لحقناه. كان حيطير فيها عماد. وين راحت؟ في حاجه هان كانت مش عارف راحت يا الله. طب شباب احنا اخذنا شغله مش عارف ايش هي، اخذنا كاس عادي. اه كاس عادي كان. طيب معلم قتلنا الشيطان بعدين خلينا ناكل شباب عشان نعبي الهيل. طيب شباب خلينا نكمل ونشوف. شباب احنا بندور على الطريق قاعدين الحين. اوكي طريق من هان. طيب شباب انا حكمل الحين شباب لحالي. فعماد شكله مقلتش عنده الدنيا مش عارف شو القصه. هو شباب المفروض انت يعني تيجي هنا وتدخل على طول يعني بدون لا تقتل شيطان ولا اشي. ف خليني اروح اكمل لحالي شباب اشوف. طيب شباب انا شايف في شعل وفي هي الدنيا تغيرت. ايش رسم الوحش ولا ايش؟ يا قوم السلام عليكم. في شباب شكله شياطين كتير تحت. في امور صعبة. اي اي لا لا يا عمي بديش اخسر هيل بديش اخسر هيل. خلينا اشرد. طيب وات هابند هير. شاف في ناس كتير ميتي. اوه هذول شخصيات ميت كتير. بقول نعم ما يبدو يقتلوا. طلع كيف شكله ومكبره يا حبيبي. حناكل كتل يا شباب شكلنا هيك. يا استاذ شيطان هذا شاب قمر السادس لور. سلام عليكم يا لور. استنى 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 تحرقنيش يا هبيل اصبر. طيب شو خلينا نجرب. السلام عليكم. خد مش هذا يتدمج. شكله لازم اضرب المنطقة الحمراء اللي في صدره. انا هيك حاسس. خد كبسني شلوت زبطني. قوم مش عارف كيف بدي اقتله. مش دمه ما نقصش لا نقص. عشان السمار بس مش مبين. والله فكرته لازم تضربه في منطقة معينة بس لا خلاص يبقى شباب نعطيه على راسه احنا. تعال يا معلم خذ هذه كمان وخذ هذه عيش. كيف الضربة حلوة. تعال هاي بنقص قاعد. والله فكرت حالي متهت. قلتشنا قوم حرقني قوم. لا بديش اموت. كويس انه فيش معاه اعوان حد يعاونه يعني. شايفني يا هبيلة هيني شايفني. تعال والله شاب دمي 30 صار صعب القصة. بدي اشرد منه شوية بس ايش نعبي هيل. اجي عماد شكله جلتش زبط معاه. انا عندي مت عماد. ايوه زبطنا. كويس. خد تعال خد هذه. كويس شباب انه اجي عماد يساعدني. اشرد انا فيش عندي هيل. تعال خد هذه الضربة. ايوه كيف حلوة. اوعى الحرق هذه بتسحب دم كثير. طيب تعال بس. طيب شباب اتكسر اياته خلينا نكمل فيه. تعال خذ هذه ومات. يا سلام هاور يو معلم. بقول له هاور يو ايش. اوكي قتلناه يا شباب قتلناه. بس تهيالي لازم نفنشه ولا لا. موزان هي ايش صار؟ مات اختفى. اوكي عملنا تليبورت. طيب ماشي كويس. طيب شباب بصراحة المهمة سهلة جدا يعني بس يعني بدها هيك يعني تحاول انك ما تموتش بس المهمة سهلة جدا. فرجعنا شباب هيات على المنطقة هذه. بس خلينا نشوف ال 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 الاكل. طيب نشوف شباب اعطانا ليفلات ما اعطاناش ليفلات ما اعطانيش ولا ليفل. مش عارف يمكن لازم اسلم المهمة مش عارف. أول أقول لكم خلينا نستنى عماد يجي. خلينا نستنى يجي يا شباب ونشوف. مش عارف هو خلص المهمة ولا ما خلصهاش. طيب يا شباب للأسف شباب عماد ما خلصش المهمة مش عارف ليش وراح عملها تاني ومزبطتش معاه. فخلينا شباب نروح نكلم هذا صاحبنا تاني ونشوف بدنا نعمل كمان مهمة يا شباب. طيب شباب هذا أعطاني مش عارف حكيت معاه بدنا نروح على المقر. فخلينا شباب نروح
ليش بروح على اوكاي ونشوف. طيب يا شباب، وصلنا شباب المقر. هيات شباب، صاحبنا القائد العام، مرحبا كبير، اخبارك يا معلم، كيف حالك؟ طيب شباب، انا حكيت معاه قال لي انه في شياطين قويه حتهجم شكلها على الفيليج، ولا مش عارف ايش بالضبط. صراحه ما قريتش الكلام كثير، كان ما قريتش، بس هو المطلوب اني انا اقتل شياطين، بس وين مش عارف، يمكن لازم اكلمه ثاني مش عارف. ار يو ريدي تشايلد؟ الحيني اوكي انا جاهز. كويس. فبدي انا شباب اقتل شياطين، خلينا نشوف. فصاحبنا بدي اني اقتل 8 شياطين. مين هاد؟ كيف جيت عماد انت؟ كيف جيت؟ مش عارف صراحة. طيب في شيطان هان قدامنا، خلينا شباب نزبطه بتيلز. وفي كمان واحد تاني، ولا هي تضربش؟ طيب ماشي تضربش، ماشي تفهم كويس ولا مش فهم كويس؟ خذ هذه يا إلهي، كم واحد أجا. لا قتلوا عماد يا الله. شباب في واحد قوي ولا إيش؟ مش عارف، أنا ملحقتش الصراحة أنقذ عماد. قوي. يا عمي هذا قوي اللي ورا، حيقتلوني شباب، حيقتلوني. قويين. قوم. لا يا عم اشرد، والله قتلوني للأسف. والله اختبار صعب. يوهاز كيلد من الدايمون. مش عارف ايش اللي صار، متنا على السريع بصراحة. الشياطين الموجودين قويين، بدك تقتل 8 شياطين، قصة كبيرة. طيب الشباب، اعتقد الشباب هي هذه المهمة الصعبة هيك عاملينها، لانه الشيطان اللي بعده او المهمة اللي بعدها حيكون شيطان قوي. فانا ايش اللي حعمله؟ هخلص هذه المهمة، كويس؟ هخلص هذه المهمة وبعدين عماد، بس بتجيب لناش اكثر من شيطان. هخلص هذه المهمة وبعدين ايش نعمل؟ وبدلفل وبعدين ندخل المرحلة اللي بعدها. انا هيك بدي اعمل. فنشنا الثانية كبار. هيك شباب سهلة. طب ليش كانت في الأول صعبة؟ يمكن عشان هجم علي 2 على ما أظن، مش عارف. يقولون هذه لازم نخدها، بس تهيألي لا. جاب 2 عماد، ورطنا خلص عماد. هذا قوي. تعالوا عماد، حاول تأخذ واحد إذا قدرت. قتلني عماد. جاب ثالث عماد. خرب الدنيا عماد شكله. بتعمل حركة وأنا بعمل حركة كمان، يعني مش بس أنت اللي بتعمل حركة يا هبيلة. قتلت لسه ما قتلتش حدا، ضربوك يا معلم. الثالث اجا الثالث. تعال فنشوا هذا، والله شباب كتار. خدوا هذه، يلا فكونا، مش فاضيين احنا. قوم يا عمي، يا عمي ليش؟ يا الله بدناش نموتكم شباب. خلينا نفنشهم، بديش. لا قتلني يا شباب، وهذاك صح لهبل. لا الحق. طيب شباب، موتنا شباب للمرة الثانية بسبب غلطة. مش أقول لكم مين الغلطة، جمع علينا كل وحوش عماد. خلينا شباب نجربها، أعملها لحالة الحين، إن شاء الله نقدر، إن شاء الله.
يا عم يموتوا. هذا الأحمر زنخ يا شباب، يا رب كل مات. يا عمي زهقتني انت. يلا انت خلاص، اخيرا يا شباب اخيرا، صراحة زهقوني. هاي واحد وهي واحد. طيب ضينا ثلاث، مش قصة يعني كبيرة. خلينا نعبي الهيل بس. مات، ممتاز. خد هيك شباب، خلصنا مهمتنا يا كبار، خلصناها. خلصت المهمة تمام، ممتاز جدا. اوكي شباب، اوكي يا شباب، هيك شباب خلصنا. مش عارف خدنا ليفلات كويس احنا ولا لا. 29 لسه، والله ما اعطانيش ليفل كتير. هذا بقدرش افتحها كمان، يعني ما اعطانيش حاجة. بس يعني ايش زودنا الشيء اللي هذا يا معلم، زودنا هنا يعني شوية اكس بي. فيا ابطال خلصنا هيك شباب مهمتين اليوم، ان شاء الله حنكمل باقي المهام في الحلقات الجاية يا ابطال. فمش عارف شباب الحلقة دي حس حتكون طويلة كتير، فيمكن صرني اعمل مهمة او مهمتين، مش عارف على هو طول المهمة. فيا صاحبي لو عجبتك الحلقة يا ريت ما تنساني من اللايك ومن الاشتراك معي في القناة اذا مش مشترك، وتفعل جرس التنبيهات. واللي مش عارف ايش اسم الماب شباب حتلاقي كل شيء في الوصف، الماب وحتلاقي الجروب وحتلاقي الديسكورد الخاص بالقناة. ومن هنا يا ابطال الحلقة القادمة ان شاء الله براكم على خير وسلام.